هذا أراد أن يبين لك الإيمان الصادق والإيمان الكاذب. كيف تعرف الإيمان الصادق والكاذب؟ مو حال السراء، حال الشدة. قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: عليك عني. ثم جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم بعده، قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هناك الصبر، ما هنا لا. واقدح زناد من شئت، يقول ابن القيم. ان هذا اذا غضب كيف تعرف انه حليم؟ تضربه الان وترى ايش يصنع. مفهوم؟ انت لا تنظر له، لا تنظر اليه حال الشده ايش يصنع. لابد التوحيد، يحقق التوحيد في السراء في الضراء. فهذا عند القضيه، عند التخاصم خصومة ايش يصنع؟ يحكم الشريعة. هذا اخذ من هذا مال، ذهب هذا للقاضي قال اريد حقي. قاضي قال بينة، قال ما عندي بينة. فالقاضي يقول هذا امشي، هذا يرضى ولا لا؟ حكم شرعي يرضى ولا بد. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، سلموا تسليما. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا. فأنت الآن عند التحكيم حكم الشريعة. ظالم ظالم، حكم القاضي عليه أنه ظالم، يقول رضيت بحكم الله سبحانه وتعالى، ما يقول نذهب لفلان أو علان. هذا تفسير الإيمان الصادق والإيمان كاذب. أبو مسعود، غير ابن مسعود رضي الله عن الصحابة أجمعين. هذا أبو مسعود يقول: كنت أضرب غلاما لي يضرب على وجهي، فسمعت صوتا من خلفي، يقول: لله أقدر عليك من قدرتك على هذا. يا الله، يذكر بمن؟ التفت، من اللي يذكر؟ فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر بالله، واللي يذكر من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. خلاص انتهينا، مفهوم تحكيم الشريعة. اليوم تقول لي بعض الناس اتق الله، قال يا أخ خليك، صح؟ اي نعم، أخذته العزة بالإثم. الجارية تصب على سيدها، تصب له الماء، سقط الإناء وانكسر على يد السيد وانجرح السيد. خافت الجارية قد تقتل، جارية مملوكة ضعيفة. انتبهت فقالت لسيدها، قالت: يا سيدي، يقول الله: والكاظمين غيظ. قال: كظمت غيظي. خلاص ذكرت بمن؟ موحد. خافت انه غدا ننتقل، فقالت: يقول الله سبحانه وتعالى: والعافين عن الناس. قال: عفوت عنك. قالت: ويقول: والله يحب المحسنين. قال: اذهبي فانت حرة. قوم اذا ذكروا بالله تذكروا. هذا الموحد. بعض الناس متخاصم مع أخيه، تقول له: يا أخي خلاص. قال: لا يا أخي اتق الله. قال: لا يا أخي كذا. قال: لا، صح صحيح. وقال: أنا طالب علم وأنا كذا. يذكر الإنسان بالله، يقول لك كذا وخلاص. المهم نمشي، يطول لك. قال: باب من جحد شيئا من الاسماء والصفات. هذا باب مستقل الان، انتهى من اعمال القلوب، دخل في قسم جديد، وهو ان نؤمن باسماء الله والصفات. انت ليس لك الا ان تقول امنت، صدقت، سلمت ان الله سبحانه وتعالى ليس كمثل شيء. اثبت كل ما اثبت الله لنفسه، اثبت له واثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، وقام في كل ما نفى الله عن نفسه نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. امنت، صدقت، سلمت. لا تسال، لا تقول كيف،
قل الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا يمكن الخالق الكامل يماثل مخلوقا الأرض وانتهى الأمر. نعم. قال باب قول الله الآن دخل في أطول قسم والمناهي اللفظية الفاظ الشركية وهذا يعني كثير جدا ومن حق المؤلف أن يطيل في هذا الكلام لكن ركز على الشرك الأصغر لأنه خفي ركز على كفر النعمة من الشرك الأصغر وقليل من عبادي الشكور. نعم. باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها يعرف النعمة أن من عند الله ينكرها كيف؟ باللسان. من أين لك هذا؟ قال هذا مالي ورثت عن آبائي وأجدادي بعرق جبيني بكدي بجدي واجتهادي نحن أشراف نحن آل البيت نحن كويتيين مثلا أتزعل نعم يقولها نحن غنى أنتم يعني ممكن نحن أشراف هذا كله كفر للنعم مفهوم؟ هذا كفر بإيش؟ باللسان كفر بالقلب يعتقد أن كل ما به من نعمة أنها من الله هذا توحيد ضد كفر بالجوارح يصرف هذه النعمة في شكر المنعم المتفضل سبحانه وتعالى. نعم كثيرة الأبواب هذه تتكرر معنا كثيرة منها. نعم لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال وقليل من عباده الشكور. نعم نعم. قال باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالربوبية لابد أن يفرد بالألوهية بالعبادة أنداد شبهاء نظرهم ثلاث. نعم تصرفون لهم ما لا يصرف إلا لله. نعم. قال باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله أنت معظم لله إذا حلف لك إنسان بالله إيش تصنع؟ تصدق ولابد لأنك تعظم أما لا تقتنع لا إلا إذا كان تعلم 100% أنه كاذب هذا ما تصدق أو يغلب على الظن أنه كاذب أما يتساوى الأمران يترجح صدقه تعلم صدقه لابد تصدق فالقضية عندما أخذ منه وحلف هذا يعلم أنه كاذب لكن من أجل أنه يرضى بالحكم الشرعي قال رضيت باليمين لأنه حلف بالله حكم شرعي إذن هذا اقتنع بالحلف بالله لماذا؟ لأنه موحد. نعم. قال باب قول ما شاء الله وشئت قول ما شاء الله وشئت رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت بماذا أجاب؟ ما شاء الله وشئت أولا الشرك أكبر وصار أصغر وقد يصل لك لو قال لك ما شاء الله وشئت إيش تقول؟ ما شاء الله خطأ موحد محقق للتوحيد إيش يقول؟ يقول أجعلت لله ندا بل ما شاء الله وحده انتبه شوف هنا قال ما شاء الله وشئت شرك أكبر وصار أصل تمام الإجابة هنا عكس قال جعلت لله ندا أجعلت لله ندا شرك كان يقول له هذا يؤدي للأكبر وأن الأدلة من الكتاب والسنة وقال السلف أنهم كانوا يطلق على الشرك أن الآيات النازلة في الشرك الأصغر أن تعم الأكبر إيه نعم أنت تمام فاحتج عليه بالأكبر على الإيش على الأصغر الأصل بعد هذا خلاص قال جعلت لندن كان المفروض يقول له قل ما شاء الله ثم لا هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحمي التوحيد فقط حمى التوحيد أغلق كل طريق يوصل للشرك كان الأصل يقول له قل ما شاء الله إذن أعلى مرتبة أعلى جواب أن تقول له ما شاء الله وحده الأقل من هذا ما شاء الله ثم شئت إذن أغلق النبي صلى الله عليه وسلم كل طريق يوصل للشرك نعم إذن لو سألك سائل ماذا ينبغي أن يجيب من قيل له ما شاء الله وشئت أجعلت لله ندا بل ما شاء الله وحده أعلى مرتبة نعم قال باب من سب الدهر فقد آذى الله سب الدهر
ينقسم الكلام على الدهر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول أن يعتقد أن الدهر هو المؤثر والفاعل بذاته، شرك أكبر اعتقاد الجاهلية، وكثير سب الدهر عندنا وفي الأشعار، صح؟ زمن غدار موجود أو لا؟ زمن غدار والبحر غدار ومشي حال ويوم أسود موجود. إذا يعتقد أن الدهر هو المؤثر بذاته هذا الشرك أكبر. وإذا يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو المقلب وهو الآمر والمصلف للدهر لكن يسب الدهر لأنه محل الشيء الذي يكره، يعني يقول لزوجته يقول والله أسود يوم في حياتي يوم التقينا، أنا ما أنسى هذا اليوم، مش علاقة اليوم، صح؟ صحيح؟ موجود؟ موجود. هذا محارب لأنه يعتقد أن الله هو المؤثر لكن يسب لأنه محل الشيء الذي يكره. الثالث خبر محض، خبر محض، هذا يوم عصيب، يقول هذا اليوم شديد البرد، هذا اليوم شديد الحر، لا إشكال، خبر محض لا ينوي المدح ولا الذم. الدهر ليس من أسماء الله لأنه لم يثبت لا في كتاب ولا في السنة. ثم هذا اسم جامد وأسماء الله مشتقة، ومن يقول أن الدهر من أسماء الله فقد جعل اعتقاد الجاهلية حق، لأن الله سبحانه وتعالى سياق الآية إنكار على من نسب الحوادث إلى الدهر، وكيف نجعل المخلوق خالقه. نعم. باب من سب الدهر فقد آذى الله. نعم. قال هذا فيه أن المخلوق لا يعترض على الخالق ولا على أوامر الله، وهذه مخلوقات كيف تعترض عليها؟ ومنه سب الريح. الحين تأتي ريح، إيش تصنع؟ الموحد إيش يقول؟ الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم يرد معنا. والمشرك ها إما أن يقول هذه الريح كذا كذا ويسب الريح. نعم. قال باب التسمي بقاضي القضاة ونحو، تعدي على جانب ربوبية، قاضي القضاة، ملك الملوك، حاكم الحكام، شاهان شاه. نعم. قال باب احترام اسماء الله تعالى وتغيير اسم الله لذلك، يعني احترام اسماء الله ما يمكن عندنا، ما يمكن أن نتسمى بأسماء الله، عندنا أسماء مختصة بالله لا يمكن يسمى بها أحد، الله الرحمن رب العالمين، وعندنا أسماء غير مختصة يصح التسمي بها على أنها أعلام محضة، حكيم بن حزام، ذق إنك أنت العزيز الكريم، قالت امرأة العزيز، هذا اسم فقط، عزيز أين؟ لا ليس بعزة، هذا مفهوم؟ لكن إن قصد بهذا الاسم الوصف الذي لا يكون لله أبو الحكم منع من التسمي. إذن عندنا أسماء مختصة لا صح التسمي بها إطلاقا، وعندنا أسماء غير مختصة صح التسمي على أنها أعلام محضة لا يقصد بها الوصف، وإن قصد بها الوصف منع من التسمي، مثل الحكيم من الصحابة رضوان الله عليهم حكيم بن حزام، وأبو الحكم منع لأنه هنا قصد به الوصف وهناك حكيم بن حزام لم يقصد به الوصف. نعم. قال باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، هذا عليه الصلاة والسلام. أخواننا هذا الباب باب خطير جدا، الكفر كفران، كفر إعراب ما يدخل في الدين مثل أبو طالب، كفر معارض يسب ويشتم مثل أبو جهل أبو لهب، المستهزئ من هذا الباب يسخر، ما بقي أن تلعب وتسخر وتستهزئ أبي الله وآيات شرعية وكونية ورسوله كنتم تستهزئون، يا أخي لا تلعب بالكتاب والسنة، لا أحد يضحك، رسائل اللي تأتينا اليوم من يستهزئ ويسخر، نريد نرد على داعش، نريد نرد على فلان على فرقة الضالة، نرد بماذا؟ بالكتاب والسنة، نرد رد سلفي، أما نرد بالسخرية بالاستهزاء بالنكت لا، هذه ليست طريقة السلف، هذا النكت اللي تردك الآن وتسمعها وبعض الناس يسخر ويستهزئ ويرسل لك دليل ويضحك الناس هذا استهزاء، انتبه، الذي يسمع السب والاستهزاء إما ينكر أو ينصرف، بقي حكم حكم السب المستهزئ، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. انتبه،
مشاهدة القنوات، المقاطع اللي تأتينا، مقاطع الضلال. قال اسمع ماذا يقول الضال فلان في أم المؤمنين. يا أخي اتق الله، بالله لو مقطع في أمك ترسل لي تقول اسمع ماذا قال فلان في أمي؟ اتق الله يا شيخ. إخواننا اتق الله في هذه الرسائل. هي أم أصلا، هي أم المؤمنين، كيف ترسل الرسالة وتقول انظر ماذا قال فلان في عثمان رضي الله عنه، ماذا قال في كذا؟ استهزاء، سخرية، لعب بالكتاب والسنة. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمان. تخاف تسمع هذا الموحد، أم عادي يسمع سب، يسمع استهزاء وينقل يرسل رسائل؟ قال أريد أن تعرف ماذا قال فلان في أم المؤمنين، خلنا أسمع ماذا قال فلان عن أمك، ترضى؟ وبعض الناس محامي دفاع عن من؟ عن من يسب الرب. قال لا تكفر. ها؟ قال مو كافر، كيف قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان. قال سب والله. طب واحد لو يسب والدك، لا انا لا اسب هذا الحين، شوف لو ممكن يقوم او يضربني او يمشي، صح؟ اما يسب ربك تقول كيف قلبك؟ تقصد ربي او تقصد رب فلان؟ بالله ايش قصدك؟ يمكن هذا؟ بعض الناس يقول جاهل، هذا جاهل، جاهل انه سب الرب كفر. اذا ماذا يعرف في الدين؟ ايش يعرف اذا سب الدين كفر؟ ما يعرف. ثم اخواننا الشدة في هذا الباب اثمرت اين؟ عندنا ولله الحمد. ما تسمع سب صح؟ اما في بعض الدول لانه قال ما في مشكلة، يسب الصغير قبل الكبير. ما يتجرأ والله في هذه الدول، ما يتجرأ احد ان يسب اكرمكم الله نعل الحاكم، صح؟ لكن يسب الرب لانه ما في اشكال. مسألة خطيرة، انتبه، خاصة طلاب العلم، لا تمزح، نكت، استهزاء، هذا في الخارج بعيد عن الكتاب والسنة، مفهوم؟ خطير جدا. نعم. قال قال باب ما جاء في قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، يقولن هذا لي، يعني يقول هذا بجدي واجتهادي وأنا محقوق به وعلى علم من الله إني له أهل، وإنما ورثت هذا المال كابر عن كابر، لا ليبلوني أشكر أم أكفر، هذا من فضل ربي، تذل لسانك بهذا. نعم. قال باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. نعم. فلما آتاهما صالحا، هذا في بني آدم، لا يمكن أن تكون هذه القصة في آدم عليه الصلاة والسلام. الكلام في الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كفر، ولم يثبت شيئا يثبت في أن القصة هذه في آدم عليه الصلاة والسلام، وهذا في ذرية آدم. وهناك من الشرك شرك طاعة وليس بالشرك عبادة، يعني هذا يخرج من عندنا الآن هنا ويأتمر مرأة ينظر إليها، أشرك؟ لا، معصي، أطاع من؟ أطاع الشيطان. صلاة وقت للجميع. نعم. قال باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولله لا لغيره، الأسماء من السماء أو من السمو، الحسنى البالغة في الحسن أكمل، فادعوه بها، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء عبادة تتعبد لله بمقتضى الأسماء، سميع تحرص أن الله ما يسمع منك إلا ما يرضى، ودعاء مسألة تقول يا حي يا قيوم، تقدم الاسم، تقول يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي. وذروا اتركوا الذين يلحدون يشركون يدخلون فيها ما ليس منها. لا يمكن أن يسب رب العالمين وينكر بعض الناس الصفات. يا إخواننا إبليس طاغوت رأس الطواغيت أقسم بعزة الله، أثبت العزة لله، وهناك ممن يدعي الإسلام ينفي العزة عن الله. إبليس في هذا الباب أفضل منه والله. نعم. قال باب لا يقال السلام على الله. لا يقال السلام على الله، ايش نقول؟
اللهم انت السلام ومنك السلام. التحيات لله والصلوات والطيبات، ما تقول السلام، لان الله هو السلام، ولا ندعو لشيء بالسلامه الا هو قابل للنقص، والله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص وعيب. وتخالف الحقيقه، انت تدعو الله، ما يمكن ان تدعو لله. نعم. قال باب قول اللهم اغفر لي ان شئت، تعليق الدعاء، دعاء معلق، لا كانك تقول انا مستغني عنك يا رب، اعوذ بالله. كيف عندما تقول اغفر لي، او تقول انا لا يهمني، تغفر لي او لا تغفر لي، سيئة. مفتقر تقول اللهم اغفر لي، ليعزم المسألة وتعلم ان الله لا مكره له، مفهوم؟ اذا تدعو وانت موقن بالاجابه، تدعو انت مفتقر غايه الافتقار الى الله سبحانه. اما تقول اللهم اغفر لي ان شئت، يعني تغفر او تغفر سيئا، او هذا الامر عظيم ممكن. وبعض الناس تدري ايش يقول عندنا في هذا اليوم؟ يقول يا رب بواب عند باب الجنه. ليش؟ ليش؟ من اين لك هذا الدعاء؟ من اين؟ كأنه إدخالك الجنة أمر عظيم على الله؟ هل دعا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ بماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا سألنا الله نسأله فردوس الأعلى، تسأل عظيم، تسأل كريم. من أين لنا هذه الأدعية يا أخوانا؟ بواب عند باب الجنة وكذا، من أين هذه؟ أنا لا أدري. اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، من أين لنا هذه الأدعية؟ ها؟ كأن هذا قال أنا لا 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 تغير هذا، ممكن لا تستطيع. هذا مو موحد، هذا ما يعرف عظمة الله سبحانه وتعالى. قال خفف، يعني لا تعطيني مصيبة كاملة، أريد نص المصيبة. الدعاء عبادة، وعلمنا الله سبحانه وتعالى وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء. إذا لماذا الآن نأخذ دعاء فلان وعلان ودعا به؟ قال باب لا يقول عبدي وأمتي. عبدي إذلال للعبد وتعدي على جانب الربوبية. وأما إيش يقول؟ فتاي فتاة غلامي. الألفاظ لابد نحقق فيها التوحيد حتى في الألفاظ. مر كرمكم الله كلب، فقال كلب ابن كلب، يأثر لأنه هذا كرمكم الله كلب، هذا اسمه. أم أذم الكلب؟ لا، فهمت؟ أي ما تقول كلب ابن كلب، ما يمكن، هذا اسمه حيوان، عندنا حقوق حيوان الحمد لله. أي نعم، لا أوسم في وجهه، لا كذا لا كذا، منه هذا. حتى هذا العبد، لا حتى بلسانك لا يقع منك إذلال للعبد. ما تقول له عبدي، تقول فتاي وفتاتي وغلامي، وتحقق التوحيد حتى في الألفاظ. مع أنه عبد هذه عبودية لك، لا، حتى لا تتعدى على عبودية الله سبحانه وتعالى. ومن العجب أنهم أصبحوا في هذه الأيام يعبدوا لغير الله، عبد الحسين وعبد النبي وعبد الكذا وعبد الكذا وعبد الكذا، غيروا حتى علينا. قال غلام علي، غلام علي يعني عبد علي، انتبه، لا يلعب عليك. غلام علي يعني لا تشك في هذا طرفة عين، لا تشك، هذا كلام العلماء. السيد البدوي، السيد الحسين، السيد التيجان، السيد زينب. السيد هنا يعني الذي يقصد عند الحوائج من دون الله، يعني شرك أكبر. هل بعد هذا تقول السيد البدوي؟ ما يمكن، أدخلوا لك الشركيات في الألفاظ وأنت لا تدري. السيد البدوي، السيد الحسين، السيد، يعني هذا الذي يقصد عند الحوائج من دون الله، هذا معنى السيد. هذا يقول محمد عبد الوهاب رحمه الله، احذر أن تقول السيد فلان السيد فلان. أجمعت الأمة أن للحسين رضي الله عنه رأس واحد، صح؟ حسين كم رأس له؟
واحد؟ لا، رأس في مصر، ورأس في الشام، ورأس في العراق، ورأس في باكستان، ورأس الله أعلم فين. أكثر من 5 رؤوس عند رجل واحد يمكن؟ موجود، واقع إخواني، موجود أو لا؟ موجود. بعدين قالوا التوحيد خلاص عرفنا. نعم نعم. قال باب لا يرد من سأل بالله. لماذا؟ لأن سألك بعظيم، قل لي هذا أسألك بالله. قال قالت للنبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل عليها وسألته بالله، قال لقد سألت بعظيم، إلحق بأهلك. فإذا سألك بمن؟ خلاص، إلا إذا كان في ضرر عليك. يعني أنا أقول له هذا أسألك بالله، لا مش سيارة، سيارة أصعب من هذا. أنا مثلا أقول أعطيني أوراقك الثبوتية، أريد أسافر فيها السعودية وأرجع، في شباب بينهم خلاص، لا ضرر صح؟ إيه؟ أو واحد يجي للشيخ يقول أسألك بالله، والله مصدع تعبان، أريد ما أدري أنا من 3 دنانير دراهم ولا دنانير عندكم؟ 3 دنانير اشتري دخان، والله مصدع تعبان، الله يرحم والدك، أسألك بالله تعطيني إعانة؟ على ممكن، ما يمكن، مفهوم؟ نعم. ولو فتح هذا المجال إشكال. بعد أن ذكر السؤال بالله أرادني يبين السؤال بوجه الله. أهل السنة والجماعة صلى الله عليه وسلم أكون منهم يثبتون أن لله وجه حقيقي يحبه سبحانه وتعالى، ويثبتون كل ما أثبت الله سبحانه وتعالى هذا الوجه. لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لأنك تسأل الله سبحانه وتعالى بوجهه. لا يمكن تسأل شيئا من أمور الدنيا، يعني ما يمكن يقول اللهم إني أسألك بوجهك عثاثا جميلا أثبت به منزلي مثلا، لكن إن كان يؤدي إلى الجنة يصح يقول اللهم إني أعوذ بوجهك من النار، يصح، لأن هذا يؤدي إلى الجنة، مفهوم؟ نعم. على القول بصحة الحديث، وبعض العلماء يقول ثبت في بغير هذه الرواية، يعني أحاديث فيها أنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. نعم. قال باب ما جاء في اللوم. باب ما جاء في اللوم، يعني اللوم تفتح عمل الشيطان. عندنا استعمالات لو 6 والأمر لله، كم؟ 6، 4 محرمة و1 أو الخامس يعني فيه تفصيل منه ما هو يعني استعمال لو محرم وجائز، والقسم السادس جائز. نعتبر المحرمة لو 4 لأن المؤلف أراد بها. الأول اعتراف على الشر. النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجيش بالخروج إلى أحد، أهل النفاق قالوا لو كان لنا من الأمر شيء. اعترضوا على ما؟ على التشريع عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني اعتراض على القدر، لو أطاعونا ما قتلوا، يخرج هذا يحصل له حادث، يقول له هذا لو سمعت كلامي ما حصل لك حادث. قل هذا اعتراض على قدر، والله القدر لاحق بي لا محال، وأفر من قضاء الله إلى قضاء الله. عمر رضي الله عنه قدم بالجيش وأراد الدخول إلى الشام، والشام كان فيها الطاعون، استشار الصحابة وعزم أنه لا يدخل، أنه بقي معه من بقي من الصحابة، وهذا الطاعون يعني فتك بالناس، عزم على الرجوع. فجاء إليه رجل قال يا عمر أفرارا من قضاء الله؟ قال نفر من قضاء الله إلى قضاء الله. فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وشهد أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم بالطاعون الحديث. هذا الثاني. ثالث، بعض الناس يقول لك ها لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، هذه لو تفتح عمل الشيطان محرمة. إيش تقول؟ قدر الله أو قدر الله، يصح قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل. الثالث، بعض الناس نسأل عليه السلام يحتج بالقضاء والقدر على المعائب لا على المصائب. يشرب خمر، تقول يا أخي ليش تشرب خمر؟ قال لو شاء الله ما شربت الخمر، إما إنما أشرب بقضاء الله. عجيب، أدخل يدك في جيبي وأخرج النقود وقطعها. قال ليش تقطع؟
لو شاء الله ما قطعت النخل صح، أو تضربه حتى يغمى عليه، تضربه ها حتى يغمى عليه، إذا أفاق وقال ليش تضرب، لو شاء الله ما ضرب، اقتنع عتركم اقتنع. أنا أقول هذا الكلام باب توضيح بس، لا تضرب أحد. لماذا لا ترضى على النقود على هذا بالإتلاف وترضى هنا؟ هذا القسم الرابع، هذه أنواع أربعة محرمة. الخامس في تفصيل، إنسان الشيخ مثلا يرى فلان من التجار ينفق في طاعة الله، يقول لو أن لي مثل هذا، هذا يتمنى إيش؟ خير شركاء، هذا يشارك الغني في الأجر فوق، أي نعم، لكن ليس كأجر الغني، لأن الغني عنده نية وعمل، وهذا نية. والثاني يتمنى أن يفعل مثل فلان، شركاء في الوسع نسأل الله السلامة. هذه لو فيها تفصيل. القسم السادس من أنواع لو، خبر محض، يقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يعتذر على القضاء القدر، مفهوم؟ هذا خبر محض. تقول مثلا لو حضرت هذا الدرس لاستفدت، خبر محض. نعم. النهي عن سب الريح مثل النهي عن سب الدهر، إذا يعتقد أنه مؤثر بذاته. إذا ماذا يقول عند سب عند الريح؟ يقول الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. نعم، هذا الباب والله أخواننا خطير جدا. موحد عندنا الظن بالله قسم إلى قسمين، تظن بالله خيرا وهذا ظن المؤمن موحد، تظن بالله غير هذا، هذا ظن الكافر والمنافق، فويل للذين كفروا من النار. إما ما يختص بك، بعض الناس يقول أنا المفروض أنا أكون إمام الحرم، صحيح، أو أنا أمير هذه البلاد، أو أنا إمام لكذا، أو وزير الأوقاف مثلا، قدر الله عليك هذا، كل ما يقدر الله عليك خير، هذا فيما يختص بنفسك. وليش أنا أمرض وفلان ما يمرض، وليش أنا عندي كذا وهو ما عنده كذا، ولماذا هذا يقول كذا. المهم، فمستقل ومستكثر. الثاني فيما اقتص بغيره، وقلنا لكم مثال، يدخل على المريض ويقول مسكين ما تستاهل، أو يقترح يقول ليش الجو اليوم برد، المفروض يكون حر، صح، ولماذا ما ينتصر أهل كذا وهم على الإسلام. أعوذ بالله، أصحاب الأخدود آمنوا بالله، أولياء الله هؤلاء، وأعداء الله أولياء الشيطان، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. من هؤلاء اللي يدخلوا النار؟ من أولياء الله؟ يعذبوا يعذبوا خير، كل الخير. إذا تحسن الظن في الله فيما يختص بنفسك وفيما يختص بغيرك أو في هذا الكون. العلاج، علاج حتى ما تقع في ظن السوء، ظن أهل الكفر والنفاق. إيش تصنع؟ الأول تتعلم التوحيد، تتعلم خاصة باب الأسماء والصفات، حكيم، رحيم، سميع، بصير، حي، قيوم. اي نعم، تظن بالله خيرا، ومن تظن وتظن بنفسك ايش؟ السوء. غريب هذا الكلام، ممكن هذا يقول ابن القيم، لا انا، وظن بنفسك السوء تجدها ظالم. نعم، ظالم، ظالم، مجرم. تقول عن نفسك هذا؟ في أحد ما يقول عن نفسه أنه ظالم؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، صح؟ ظالم أو لا؟ ظالم ونصف. وظن، يقول بنفسك السوء تجدها، وظن بنفسك السوء تجدها كذاك، يعني تمشي على الصراط المستقيم.
قل أنا ظالم مفرط مقصر، وظن بنفسك السوء تجدها، قل كذاك تمشي على الصراط المستقيم، وخيرها كالمستحيل ما فيها خير نفسك، وقل يا نفس مأوى كل سوء، وقل يا نفس مأوى كل سوء، أترجو الخير من ميت بخيل؟ لا، كل ما بها من تقوى وصلاح واستقامة وهداية فتلك مواهب الرب الجليل. مفهوم؟ يعني غلطانين كثير. قال قال باب ما جاء في كفر القدر. باب ما جاء في الكفر، بل الكفر الأكبر في من أنكر القضاء والقدر. نعم. قال باب ما جاء في المصورين. نعم. باب ما جاء في المصورين. أخوي انتقل من وين؟ يقول باب ما جاء في المصورين، هذا كتاب توحيد ولا كتاب فقه؟ أعطيته إن شاء الله. كيف يقول باب ما جاء في المصورين؟ إيش علاقة التصوير بالتوحيد؟ يا إخوان التصوير وين نأخذ حكم التصاوير؟ حكم أي فقهاء؟ لماذا أقول إيش أقول؟ ما جاء في المصورين. لا لا، يمكن هذا كتاب فقهي أو في خطأ في النسخة. هات اللي بعده. سيلة للشرك. لا صحيح. أول شرك حدث في الأرض بشبه التصاوير والتماثيل. واحد، هذا علاقة التصوير بالتمثيل بالتوحيد. الثاني أن التصوير خلق وإبداع ومضاهاة لخلق الله، فكيف تتعدى على جانب ربوبية؟ عقوبة المصور خمسة نصر عليه السلام أنه في النار وملعون ومن أشد أو أشد الناس عذابا، يجعل له بكل صورة نفسه عذب به المصور، ويكلف أن ينفخ فيها الروح ليس بنافخ. واحدة من هذه الخمسة تجعل هذا كبيرة من كبائر الذنوب. نعم، وجه إرادة المؤلف قلنا هذا لسببين: أول شرك، وأنه مضاهاة لخلق الله. نعم. قال من قال أنه كتاب فقهي وأخطأ؟ نسخة صحيحة. نعم إن شاء الله. باب ما جاء في كثرة الحلف. باب ما جاء في كثرة الحلف، لأنه الآن كثرة الحلف تدل أن ليس في قلب الحالف شيئا من تعظيم الله. تعظيم الله يقتضي تخاف من إيش؟ أن تحلف. بعض العلماء ألف كتابا في أيمان النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى هذا؟ إنها يمين قليلة، صح؟ والله سبحانه وتعالى قال واحفظوا، كيف نحفظ اليمين؟ يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله: تحفظ اليمين ابتداء، لا تحلف إلا عند الضرورة الحاجة. واحد، تحلف ابتداء، هذا تحفظ اليمين وسط، إذا حلفت تفي قدر المستطاع، تحفظ انتهاء، إذا حلفت ولم تفي تكفر، فإخراج هذا الكفارة دليل على حفظ اليمين. الرابع، يحفظ اليمين بأن لا يحلف إلا بالله، ما يحلف لا بالنبي، بالحياة، حياتي وحياتك وذمتي وفي رقبتي وأمانة، هذا كله حلف بغير الله، صح؟ وتربة أمي ورأس أبي، يعلم الصغار عندنا الآن يحلف كذا، صح؟ وأمانة، أمانة حلف بغير الله، حتى لو قال أمانة، نعم حلف بغير الله، أمانة والمهم وحياتي وحياتك ورأس أمي، المهم هذا كله حلف بغير الله. قال باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. الآن هو يحذرك، الآن في القديم هنا حذرك حال السراء، الآن قلنا حال الشدة، الآن حرب وقتال بينك وبين الأعداء، وطلبوا منك أن تنزلهم على حكم الله، فهمت؟ فأنت إيش تصنع؟ تتقي فيهم الله. كفار، نعم، يحاربوك وخرجوا لقتالك، لكن أرادوا منك ماذا؟ أن تجعل لهم حكم الله. تقول أنا ما أستطيع، لأنه لا أدري أوافق فيهم حكم الله أو لا، لأنه ممكن هذا يقول أنزلكم على حكم الله وما يطبق حكم الله سبحانه وتعالى فيهم. مفهوم؟ طيب، لأنه ممكن أنت تنقض الحكم هذا أو الذمة أو أحد من الرعية ينقض العهد، ويكون بهذا نقض عهد الله سبحانه وتعالى. فإذا أراد منك المؤلف رحمه الله كما أنك في السراء تحكم التوحيد، تحكم حتى في الضراء، حتى من يقاتلك.
وضع السيف على رأسه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد رسول. توقف. ممكن قالها خوفا من القتل. توحيد. نعم. قال باب ما جاء في الإقسام على الله. الإقسام يعني هنا أراد التألي الترفع. والله لا يغفر الله لفلان. وهذا واقع عندنا في هذه الأيام. بعض الناس يقول عن فلان كافر رأس كفر. يقول والله لا يغفر الله لفلان. طيب لو تاب. تاب الله عليه. وهذا أمر بيد من؟ بيد الله. كأنه هذا يتألى يترفع على رب العالمين. يا أخواننا كلمة قال كلمة أوبق الدنيا وآخرتها. احذر من الكلمة. كلمة واحدة قالها أوبق الدنيا وآخرتها. نسأل الله عليه السلام. نعم. قال باب لا يستشفع بالله على خلقه. يعني هذا جعل الله سبحانه وتعالى واسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يعني جعل مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من مرتبة الله. أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. المعنى صحيح وكان يعني بعض العلماء من يضعف هذا الحديث. نعم. بعد. قال باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. هناك النبي صلى الله عليه وسلم حمى حمى التوحيد في الأفعال. هنا حمى الأقوال. قالوا أنت سيدنا. قال السيد الله تبارك وتعالى. حتى لا يستجرينكم يستميلنكم يستهوينكم الشيطان. مع أنهم لم يقولوا للحق. سيد ولدي آدم النبي صلى الله عليه وسلم هذا سيادة مقيدة. لكن السيد الله تبارك وتعالى. ولهذا عندنا العوام لو تقول لواحد سيد يقول سيدك مولاك. عندنا يقولوا كذا. ما أدري عندكم يقول أو لا. يقول سيدك مولاك. الله ما أعلم عملا بالحديث هذا. لأنه فيه لأن قال أنت سيدنا وقال السيد الله تبارك وتعالى. السيادة المقيدة تصح. تقول النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولدي آدم. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. فلان سيد بني فلان يصح لا أشكر. أما السيد الذي كمل في سؤددي كمل في ربوبيتي في ألوهيتي في أسماء وصفاته هذا الله سبحانه وتعالى. وهو من معاني الصمد كما قال هذا ابن عباس رضي الله عنه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حمى الأقوال والأفعال والاعتقاد لا شك في هذا. مفهوم؟ إذن لابد أن نحمي نحن الأقوال. يجي واحد يقول الشيخ سيد يقول السيد الله. أو يقول على ما يقول العام سيدك مولاه. مفهوم؟ ما شاء الله شئت وقال اجعلت لي أنتم بل ما شاء الله وحده. ما يقول له قل ما شاء الله ثم شئت. نعم. الآن المؤلف رحمه الله ختم بباب. انتهى القسم الأخير التاسع وما قبل الأخير وبدأ بالقسم العاشر ختم بهذا الباب. كأنه يقول لك مهما وحد الإنسان ومهما تعلم وعمل واعتقد وكذا 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 لابد أن يكون في توحيدك نقص. سبحانك لا أحصي ثناء عليك. ولهذا قرن الله سبحانه وتعالى بين التوحيد وماذا؟ والاستغفار. فاعلم أنه لا إله إلا الله استغفر. إذن هذا سبب من أسباب ختم المؤلف رحمه الله بهذا الباب. كان ينبه يقول انتبه موحد لا تقتر قد يكون في عملك نقص. مفهوم؟ توحيد مع واحد. الثاني كأنه يقول لك هؤلاء الكفار لم يعظموا الله يسبوا الله بالشرك. أنت موحد عظم الله. وما قدر الله حق قدره وأنت مشرك. موحد تعظم الله بماذا؟ توحيد خاصة عندنا توحيد العملي. تعلم الناس التوحيد. كأنه يقول لك هذا الكلام. أو أراد والله أعلم كما بدأ اقتداء بالبخاري أن يختم اقتداء بالبخاري. البخاري رحمه الله تعالى ختم بأي كتاب؟ من يعرف؟ إخواننا كيف أهل السنة وعندنا أصح كتاب بعد كتاب الله وما نعرف حتى الكتب. آخر كتاب في كتاب التوحيد في كتاب صحيح البخاري. نعم الشيخ يقول آخر كتاب في صحيح البخاري هو كتاب التوحيد. معنى هذا أن البخاري يقول أن التوحيد آخر شيء؟ لا. هو بدأ بكتاب التوحيد وختم بالتوحيد تفاؤلا أن الله سبحانه وتعالى يختم له بالتوحيد. ومن كان آخر كلامي لا إله إلا الله لم يبقى بينه وبين الجنة للموت.
ختم بالتوحيد وبدأ بالتوحيد، بدأ الوحي بالتوحيد تمام. ختم بأي حديث؟ كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. كان يقول يا رب ثقل الموازين بهذا الكتاب كما ثقلت السماوات والأرض. وهذا يقول يا رب ثقل الموازين بهذا الكتاب كما ثقلت السماوات والأرض والعرش والكرسي. وقال يا رب أنت عظيم، ولا يمكن أن شيء يكون يرتفع في هذه الدنيا إلا إذا رفعه الله سبحانه وتعالى. إخواننا، هذا شرح مختصر لهذا الكتاب المبارك. نحن والله بحاجة للتوحيد أكثر من حاجتنا الطعام والشراب. لا يكفي العلم، لابد نتعلم، نعمل، ندعو. تطبيق العمل لكتاب التوحيد هذا المهم عندنا. الخلل نسأل العافية والسلامة كثير. اختارك الله سبحانه وتعالى أن تكون في هذه الأزمة، حكمة أرادها الله. والله سبحانه وتعالى لا يختار لعباده إلا الخير. فأنت في هذا الزمن يا أخي تعلم، علم، حقق التوحيد، ادعو لتوحيد الله سبحانه وتعالى بكل ما أعطاك الله من قوة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم التوحيد. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى الصحابة والسلام. كم ساعة أخذنا؟ ساعتين. كم الساعة؟ ساعتين وربع. ساعة كم الآن؟ 11:20. إحنا متفقين مع الشيخ الأثنى. لا، الكتب عندنا سيئة. نعم. أولا تعطينا، أعطي من اللي وعدناه بالكتاب؟